بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نوضح لكم طريقة توصيل الشبكة الخارجية لمكبر الصوت أو الميكروفون للمساجد أو الجوامع، والحد من إعطاب أو تعطيل أو تلف السماعات الخارجية. طبعا هنا لدينا عدة طرق لهذه الأمور. طبعا نبدأ في الجهاز. هذا الجهاز كما تلاحظون طبعا جهاز يعتبر صغير في منظومة العرض، ولكن هناك أجهزة مركزية كبيرة تصل إلى 2000-5000 وات، ولكن من باب التوضيح طبعا معروف أن الجهاز يتم إيصال الشبكة الخارجية للسماعة الخارجية من خلف الجهاز. معروف هناك خيارات، إما عبر الأوم يضع الموجب في الكوم ثم يختار إما 16 أوم أو 8 أوم أو 4 أوم. طبعا يعتبر أقل شيء في الأومية 4 أوم. 4 أوم نعم. طبعا بالنسبة للخيارات، الأسود ويصل إلى أين؟ إلى الأسود، إلى 16 أوم أو 8 أو 4 كما نلاحظ هنا. نعم، يصل هذا، انظروا إلى هذه المنطقة أو إلى هذه أو إلى هذه. هذا بالنسبة لماذا؟ للسالب. طبعا لدينا الموجب وهو يصل من هذه المنطقة مباشرة إلى الكم، هذا الكم. طبعا هنا خيارات، ليس الإيصال بالإجماع ولكن خيارات، ولكن ماذا؟ خيارات، إما أن يستخدم رقم على 16 أو على 8 أوم أو على أيش 4 أوم. أما الموجب فيتصل مباشرة إلى الكوم. هذا بالنسبة للشبكة الخاصة بالأومية، خاصة بليش؟ بالأومية. نعم. كمان هذا كما وضحنا تماما. أما بخصوص المسافات الكبيرة، المسافات الطويلة، هذا يعتبر مسافات خاصة، إما يكون عبر منطقة خاصة بما يسمى المنارة الخاصة بالجوامع أو المساجد فتستخدم هذه. أما بالنسبة للمسافات قد يستخدم البعض وضع السماعات في أماكن مرتفعة وبعيدة عن أيش المنطقة الجامع أو المسجد، هنا نختار الفولتية. نختار أيش الفولتية؟ نبدأ بعرض ماذا هنا؟ باستخدام السالب هنا أو اختياره في 50 فولت. طبعا أما بالنسبة للموجب فيكون ماذا؟ فيكون في هذه المنطقة هنا بالفولتية، هنا بالفولتية. انظروا هنا يختار هذا المنطقة. هنا عدة خيارات بالنسبة ليش؟ لاستخدام المسافة الطويلة الذي قلنا ربما أشخاص بحاجة إلى إيصال إلى منطقة مرتفعة بعيدة عن ماذا؟ عن منطقة أو الموقع المسجد أو الجامع. نعم هذا. طبعا هذا بما يخص إيصال الجهاز، وهنا إيصال طريقة إيصال السماعات الخارجية من خلال هذا الأمر كما تلاحظون هنا. انظروا هنا، هذه كما تلاحظوا. نعم كما تلاحظوا هنا هنا. أما بالنسبة للنظام الخارجي فهنا كما نلاحظ هنا نتصل من هنا، يصل من الجهاز مباشرة من هنا، تتصل إلى هذه المنطقة ثم يتصل بالمنفذ الخاص بإحدى السماعات. هذا بالنسبة ليش؟ للموجب. أما بالنسبة للسالب فيظهر كذلك كما نلاحظ هنا، يظهر هنا خارج من الجهاز مباشرة إلى خارج منطقة الجامع، ثم ينتقل من هنا، فينتقل أيضا السالب من الجهة الأخرى إلى هذا المنطقة، ثم ينتقل السالب أيضا من المنطقة الأخرى إلى ماذا؟ إلى هذا السماعة. يصبح لدينا العملية عملية ماذا؟ عملية أخذ بالتوالي، نظام بالتوالي. نظام ماذا؟ بالتوالي، نظام
التالي، أي أن الثاني إيصال هذه السماعة من خلال السالب هنا في السالب، ثم يخرج من الموجب مباشرة من هنا فيتصل بماذا؟ بالسالب، وهكذا حتى يكون بطريقة إيش؟ توالي، بطريقة نظام توالي. حتى وهذا ما نوه به أو ما ننصح به حتى لا يكون هناك إتلاف مباشر، إتلاف مباشر بماذا؟ انظروا طبعا هنا الرابع، كيف نعمل هذا الرابع يتصل مباشرة إلى، انظروا هنا، فلنفرض أنه انظروا تراجع يبدأ بهذا ثم ينتقل في ماذا؟ في المنطقة هذه إلى هذه السماعة، ثم تنتقل السماعة مباشرة من هذه السماعة الثالثة إلى السماعة الرابعة مباشرة. انظروا يعني أصبح لدينا هنا اتصال، كما نلاحظ هنا هنا انظروا السماعة الأولى تتصل بها رقم واحد هنا ورقم اثنين تسمى اتصال فيها، ورقم ثلاثة يتصل بهذه المنطقة، ثم رقم الأربعة، ثم الخامس، ثم السادس، ثم السابع، وينتهي بماذا؟ بانظروا وينتهي بماذا؟ بالثامن. هذا هو الثامن، أصبح الثامن موجب. والأربعة شو انظروا بدأ من هنا، ها بدأ من هذه المنطقة من رقم اثنين إلى رقم واحد، ومن رقم واحد إلى رقم ثلاثة ولا رقم أربعة، وهكذا بالترتيب. انظروا كيف تم حتى وصل إلى الرابع. هذا نظام نقول على إيش؟ بأنه نظام توالي. والحد من هذا أول شيء يكون الصوت متساوي، والشيء الآخر أنه لا يتم إحراق أي طبلات. أنا عندما يكون توازي مباشرة كل الموجب والسالب يتصل مباشرة إلى ماذا؟ إلى السماعة، هناك يحدث إيش؟ انصدام كهربائي من الداخل، نعم، مما يلحق أضرار بالسماعات، قد تحترق هذه السماعة أو قد تحترق هذه وكذا. لكن عندما يكون الاتصال بطريقة متوالية لا يحدث هناك إلا نادرة، إلا ماذا؟ نادرة. وعندما يصل على سماعة تعرف أن هناك سماعة منفصلة فيصل على المجموعة، فنصل على هذا المجموع. مثلا إذا احترقت هذه، إذا تم إحراق هذه فرضا من صاقة وغيرها، أو يعني وجود أو صغيرة في الحجم، انظروا يجب أن يكون السماعة في مستوى واحد أو في قوة واحدة، في قوة ماذا؟ واحدة، أن يتوازن وتتساوى القوة الخاصة، لأن هناك عدة أنواع، هناك من يتعامل مع أربعة أوم والبعض مع ثمانية والبعض مع 16 وبعض 32 وهكذا. فيجب أن يكون نوعية واحدة، يكون نوع السماعات الخارجية نوعية واحدة، ثم يتم ربطها بالطريقة التوالي مباشرة، ثم ينتهي العودة إلى ماذا؟ العودة إلى الجهاز، العودة إلى ماذا؟ هذا الجهاز، انظروا العودة إلى ماذا؟ الجهاز، نعم العودة إلى الجهاز، هذا العودة إلى الجهاز، أصبح العودة إلى ماذا؟ الجهاز. هذا طبعا شرحنا اليوم إن شاء الله خاص بالميكروفونات أو مكبر الصوت أو الأمبليفاير كما يسموه. نشكركم لحسن المتابعة، ومن قناتكم قناة التعلم الذاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.